إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل الأسرى فرقهم بين أصحابه وقال: استوصوا بالأسرى خيرا. فكان الصحابة رضي الله عنهم يكرمون هؤلاء الأسرى الذين كانوا قبل قليل يقاتلون الرسول وصحابته، ومنهم من آذى الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الأذى في مكة. وهذا يؤكد أن الحرب في الإسلام حرب فضيلة، وكان لهذا الخلق الرحيم أكبر الأثر في إسراع مجموعة من أشراف الأسرى وأفاضلهم إلى الإسلام. ويظهر أثر المعاملة الكريمة في حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي عزة الشاعر: يا رسول الله، لقد عرفت نصيبي من المال لأفدي به نفسي من الأسر، وإني لذو حاجة وذو عيال وبنات، فمنن علي. فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر ألا يظاهر عليه أحد. وعاد الأسرى إلى أهليهم يتحدثون عن محمد ومكارم أخلاقه ومحبته وسماحته صلى الله عليه وسلم، وعن دعوته وما فيها من الإصلاح والبر والخير. لقد انتصر المسلمون في بدر، وهذا يغيظنا نحن اليهود. وقد أجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع عن المدينة لما أظهروا العداء الواضح بمجاهرتهم بالعدوان بعد بدر للمسلمين ولنبي الإسلام، فنقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلاهم إلى خيبر جزاء وفاقا. يا قوم، إني أخاف على مكانة قريش بين العرب، علينا أن نوقف محمدا وأتباعه، بل ونقضي عليهم. يا أبا سفيان، علينا أن نجهز جيشا كبيرا مع حلفائنا لغزو محمد وصحابته في عقب التاريخ. أورثت الهزيمة النكراء التي ألحقها المسلمون بهم يوم بدر حقدا دفينا، كما أنها هزت مكانة قريش بين العرب، فقرروا على أنه لا يمحوه إلا الأخذ بالثأر والتصميم على المواجهة. فكانت غزوة أحد.